انت فكاهين، عايز تعمل دعاية روح لمطبعة تطبعلك ورقتين توزعهم بعد صلاة الجمعة، لكن احنا شركة اعلانات كبيرة، اعلانات تلفزيون. يعني هي الفاكهة شعتي ملهاش نفس تطلع في التلفزيون؟ ليه عايز تعمل اعلانات للفاكهة في التلفزيون؟ انا بدي الناس يرجعوا ياكلوا الفاكهة تاني زي زمان، بدي رجع للكاكا كرامتها وللحرنكة الشرفة، بدي المانجا ما تنتكلش تاني لحم وتنرمي بزر، بدي الناس يهملوا العصير والبودرة الماسخة اللي بقت موجودة في كل بيت دي، كيف فور الحموضة فروت بياخد الفاكهة يقل قيمتها ويحطها بكياس. لكن الفاكهة مليحة يا ناس، الفاكهة مليحة يا ناس، الفاكهة مليحة يا ناس. لا مؤاخذة، قول لي يا حاج محمود، انت عامل ميزانية قد ايه للموضوع ده؟ مش هقولك خش على عيالك بالمانجا عشان هينبسطوا، ولا هقولك ان في 70 طريقة لأكل المانجا هتلاقيها في الكتيب اللي بيتوزع مع الكيس، لأن كل واحد هياكلها بطريقته. أنا هقولك حاجة واحدة بس، كل مانجا الفاكهة مليحة، الفاكهة مليحة يا ناس. بتعاني من صعوبة في تقشير البرتقال؟ بتحط خطط لتقشير البرتقال بتفشل في النهاية وبتفشل كل مرة؟ والآن اليوستفندي، الفاكهة اللي بتديك مزايا البرتقال من غير عيوبه، بتقشره بسهولة، مش بس كده وكمان بتعمل قشرته طبق بتحط فيه البذر. اليوستفندي، لأنك تستحق الأفضل. الفاكهة مليحة يا ناس. أنا معاكم. كل كاكا. أنا عايزة أتجوز اللي أنا بحبه. كلي كاكا. بابا أنا عايز فلوس عشان أسافر مع أصحابي. كل كاكا. والآن تحدى الجميع وكل كاكا. كل كاكا واستمتع بالحياة. الفاكهة مليحة يا ناس. إحنا ممكن نعمل لحضرتك حملة زي دي بالظبط، وتكون مضمونة 100%، وأنا متأكد إن حملة حضرتك هتكون أحسن وأقوى لو حضرتك اديتنا الأوكي. خلاص أوكي.